ايه؟ طيب خلاص، طيب هنشرح ايه المره دي ان شاء الله. دلوقتي هنشرح تجربه، عاوزين نحسب السكاترينج بارامترز عن طريق النتورك انالايزرز. خدنا سكاترينج بارامترز، يبقى عندنا تو بورت نتورك. التو بورت نتورك دي بدخلها الويف بتاعتي، فبيحصل لها ايه؟ احنا كنا زمان بنستعمل الزد بارامترز او الواي بارامترز، ولكن حاليا هنستخدم السكاترينج بارامترز زي ما خدنا في النظري عيوب الزد والواي في الجزء بتاعنا. طيب ازاي هنعمل الكلام ده بالنتورك انالايزر؟ والله في مجموعه ستيبس لازم نمشي عليها. ستيبس دي عباره عن ايه؟ عباره عن كاليبريشن للنتورك انالايزر. بنخلي النتورك انالايزر يقدر يتعامل مع السيستمز اللي عندي بتاعه المايكرويف. هنعمل ايه؟ هنقيس ايه؟ هنقيس بسكاترينج بارامترز بتاعه الباند باس فلتر. باند باس فلترز، طيب هنختار اني سكاترينج بارامتر؟ احنا عندنا اربع سكاترينج لاي تو بورت نتورك، S11 S12 S21 S22. هختار اسهل واحد، هختار واحد بالنسبه لي سهل اللي هو الترانسميشن كوفيشنت. هنختار واحد من الترانسميشن كوفيشنتس. والله ده لو باند باس فلتر، فالترانسميشن كوفيشنت ده مفروض يبقى رقم كبير عند الـ عند الـ عند الباس باند. انا عندي باس باند، فمفروض معظم الباور تروح، ولو انا عندي في الستوب باند مفروض معظم الباور ما تعديش. فانا متوقع ان يطلع لي ايه؟ يطلع لي حته كده في النص عاليه، بعد كده الباقي كله ايه؟ واطي على الشاشه. عشان اشغل ده، عشان احسب السكاترينج بارامترز، واضح جدا ان انا عشان اركبه على الديفايس دي ما ينفعش اركبه هنا وهنا في نفس الوقت، يبقى لازم اعمل ايه؟ لازم استعمل كيبل، لازم استعمل كيبل عشان اركبه هنا، عشان اركبه كده. طيب دلوقتي انا عاوز اعمل كاليبريشن عشان ابتدي اقيس بارامترز ده، عشان ابتدي اقيس بارامترز ده. الكاليبريشن لها شويه ستيبس. بتعمل ايه؟ بتركب اللودز مره في البورت 1 ومره في البورت 2، وتعمل ايه؟ وتقول له والله انا ركبت الشورت سيركت، انا ركبت الاوبن سيركت، والله انا ركبت اللود دوت 50 اوم. يبتدي هو يحسب الكاليبريشن كوفيشنتس عشان يعرف انت فعليا شغال على مسافه كام. الناس لو افتكرت النظري الجزء بتاع الريفرنس بلينز، المسافه الصغيره دي، المسافه بتاعت الكيبل، كل ده بيأثر على الحسابات معانا في السكاترينج بارامترز. طيب هنبتدي نمشي ستيبس اللي فولو الورق اللي هنزل لكم ان شاء الله. الورق بيقول لي اعمل ايه؟ بيقول لي اول حاجه طبعا ولعنا الجهاز. هبتدي اعمل ايه؟ هختار ميجر. الميجر انا عاوز اعمل ايه دلوقتي؟ بيقول لي هختار كاليبريت. بيقول لي اتاكد ان الفريكوينس سبست اون، بعد كده اختار كاليبريت منه. جميل. بيقول لي دلوقتي انت عاوز تعمل ايه؟ انت عاوز تقيس S21 يعني عاوز تقيس الباور. لو انا بعتها من البورت ده تروح قد ايه هنا؟ يبقى لازم اعمل كاليبريشن للبورتين، صح؟ لازم اعمل كاليبريشن للبورتين هنا. فهعمل البورت ده الاول، بعد كده هعمل البورت ده بعد كده. فاول حاجه هختار S11، ادي بورت 1. بيديني ثلاث اختيارات دلوقتي. انت عاوز تكاليبريت بالاوبن سيركت ولا شورت سيركت ولا لودز؟ في الواقع احنا هنعمل الثالث. هنعمل الثالث. طيب فين هي اللودز اللي عندي؟ في الواقع عندنا شويه لودز. ادي واحد اهو مكتوب عليه شورت سيركت، وادي واحد كمان ده مكتوب عليه اوبن سيركت، وفي واحد تالت ده ال 50 اوم مش باينه شويه، بس هنحاول نظهرها على الفيديو. تمام، هنبتدي واحد واحد. اول حاجه عاوزين الاوبن سيركت، نبتدي نركب الاوبن سيركت هنا. في S11 خلاص بقول له اديني ركبت الاوبن، بختار اوبن. يبتدي هو يعمل، اول ما يعمل الصفاره دي يبقى هو خلص كالكوليشنز بتاعه الاوبن. يعني ايه كالكوليشنز؟ بيدخل طول البورت ده معايا في الحسابات، زي ما انا في الريفرنس بلينز ان ده بيأثر جامد في الحسابات بتاعتي. خلصت الاوبن، هبتدي اجيب مين؟ الشورت. اركب الشورت معايا، وباخدها شورت. خلاص عمل هو الكالكوليشن بتاعت الشورت. اقوم جاي تالت بارت اللي هو ال 50 اوم او اللي هو اللودز. بقى هو الجهاز عارف ان اللودز اللي انت بتستخدمها هي ال 50 اوم في الكالبريشن، هو ده اللي جاي معاه في المانيوال. فدلوقتي بتختار اللودز، تقول له اختار رود باندنج. كده خلاص عملت الاوبن والشورت وال 50 اوم، فبقول له دان لودز. خلاص بورت 1 عمل له ايه؟ بورت 1 حصل له كاليبريشن. نقوم جاي على الكاليبريت منيو تاني، بختار كاليبريت منيو، بختار مين بقى؟ الاس 22. ما تنساش احنا دلوقتي عملنا البورت ده على طول، صح؟ يعني دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هنجيب الباند باس فلتر ونركبه كده.
بس مش هينفع نركبه الناحيه الثانيه في نفس الوقت، فلازم يبقى في مين؟ لازم يبقى في كيبل. يبقى احنا لما نيجي نعمل كاليبريشن لازم اعمل كاليبريشن بمين؟ بالكيبل ده. لازم اعمل كاليبريشن بالكيبل ده. طيب يبقى هبتدي اركب الكيبل ده هنا وابتدي اعمل الكاليبريشنز الثلاثه، الاوبن والشورت واللود. اركب الكيبل ادي اوبن اهو، خلاص ركبت الاوبن، خلاص عمل الصفاره يبقى خلص كاليبريشن الاوبن. اختار الشورت، خلاص قوم اخر حاجه جايب 50 اوم. اختار لودز برود باند، خلاص كده اللودز بتاعتي الثلاثه كده للسيستم ده كله ريدي، والسيستم ده ريدي. يبقى انا اقدر اركب الباند باس على طول هنا ولا لا؟ اقدر اركبه على طول كده. دان لودز كده دان كاليبريشن، يبقى كده انا خلصت الكاليبريشن للطرفين. ناقص اعمل ايه؟ خلاص اجهز بقى البارامترز اللي عندي بتاعت السيستم عشان اشغل دلوقتي الميجرمنتس بتاع الاس 2 1. جميل، هعمل ايه بقى؟ هعمل ستارت، هكوش ستارت. ايه دي الستارت؟ الستارت فريكوانسي، الستارت فريكوانسي. انا عندي والله الباند باس فلتر الاف نوت عنده الميدل فريكوانسي 10.24 جيجا هرتز، هختار الستارت فريكوانسي 1 جيجا هرتز، هختار الستوب فريكوانسي 20 جيجا هرتز. طيب بيقول لي بقى كده بوش المنيو عشان نختار النمبر اوف بوينتس، عاوزين نمبر اوف بوينتس معقول عشان يديني ريزولوشن كويس، في حدود 200 بيبقى رقم كويس. بيقول لي السكيل ريفرنس خليها اباوت نيجاتيف 10 دي بي، السكيل ريفرنس بيقول لي خليها اباوت نيجاتيف 10 والدي بي هو اخر زرار هنا نيجاتيف 10 دي بي. اوكي خلصت كده الريفرنسز، راجل بقى الباند باس فلتر بتاعي. خلاص احنا عملنا كالبيشن ده بالكيبل وده على طول، يبقى ركب الباند باس فلتر على طول هنا. واركبه بالكيبل من ناحيتي. طيب نختار مين بقى؟ بيقول لي اختار شانل 2 لو انت عاوز تشوف الاوت. طلع ايه؟ طلع عندي ستوب حته ممنوعه اهي، بعد كده فعلا طلع حته اوبن حته عاليه اهي، حته قيمه كبيره، بعد كده نازل ايه؟ نازل تاني لمينيموم. الله، ما هو ده الباند باس فلتر زيروز، بعد كده 1 زيروز، صح ولا لا؟ هو عمل ايه؟ هو قاس لي الاس 2 1 وقاس لي الاس 2 1 مع ديفرنت فريكونسيز، فده بيديني باند باس فلتر، فالمفروض عندي في فريكونسي اللي هي اباوت 10.24 المفروض يطلع فعلا الترانسميشن كتير، معظم الباور تعدي وغير كده معظم الباور قليل. طيب انا عاوز اتاكد فعلا ان القيمه دي اباوت 10.24، اختار ماركر، طلع لي الماركر هنا، ابتدي الف بقى عشان اشوف فعلا البوينت دي اباوت 10.24 ولا لا. واضح ان هي في النص اباوت 10.24 بالظبط، ادي هي تقريبا في النص 10.24 اللي هي مكتوبه على الاف نود بتاعت الفلتر. كده حسبت مين؟ حسبت الاس 2 1. نفس الستبس اللي احنا ماشيين بيها الكاليبريشن ممكن احسب بيها اي اس من الاس بارامترز اللي عندنا اس 1 1 او اس 1 2 او اس 2 1 او اس 2 2. اخترنا باند باس فلتر عشان بيطلع لنا رسمه احنا حافظينها وعارفينها، فالموضوع بالنسبه لنا بيبقى سهل.